كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بأوانه. لتؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. افتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مره وسامحتها. انت عارف الغلطه التانيه عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز ابقى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك. غير طرف تالت. خلصت الحدوته يا رمانة. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. على روحين. أنا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس إيدك عشان تقتلنا أنا وتسيبوه. الأمر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، إحنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، أنا مش هأذيكي. بس هتعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. السلام ورحمة الله وبركاته. اه دكتور، عملت اللازم؟ طبعا، أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو، والنتيجة؟ البني زي ما قلت معليك، نفس الخلطة بتاعتنا.
شويه بينك على شويه رايش، وطبعا ما فيهاش اي حشيش. والابيض مهروش ابو كسين المهرول، متشعره بماكس فورد وعليها شويه نيشن، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامه الكف متقلده. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراوله ناقصه معاليك، وعشان كده هرشوا الابيض المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلقت برقع الحيط. البودره سوقها نايم زي ما معاليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. ما هي الخلطه دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراوله اما يجرب ابو حسين مش هيسلاهم. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال بقى. انا اتعب وشق واعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البنت لما يصطبح الصبح مسكاره يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ لا يوم واحد بس. حلو الدكتور. اه حلو. طيب يبقى حاسبه وتبعت رسالك للمعلم الدهان تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على اكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا يا ربنا. امر افندينا. شبكة بتترمي وانت ونصيبك. آه البحر واحد والسمك أشكال. سبحان الله قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناح، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد، الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطه، بس المزاج واصل الود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله اللي انا والشفا. السوق لما يا رجاله، السوق لما، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والكار بقى اوسخ بالسياسه. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ اقول لك بفكر في ايه. كل جمبري وانا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعده دي، اتفضل يا معلم، محزمه البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه ونخلص من الرخيص ونرجع المزاج الاصلي بتاع زمان. رجعوا لناسه مزاج الخير. اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا دي ماركه مسجله. مسجله ماركه مسجله زي اي ماركه بتضمن للزبون الجوده بتاعت المنتج والبضاعه دي. ومش شويه وساخ كبير سلم هيعكروا حليب افندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده انا بقول انه من النهارده مفيش ولا جرام ولا حبايه هتنزل السوق الا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شويه صديت يا معلم. الفاتحه على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول.
وانا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا وبعد اللف اللي لفته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض دلوقتي واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحايد، تقوم تقري وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني اهدى يا حاج، اديني اهدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص. وحياه ابوها لكون سحالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحه عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانه. دي سرقت ابني يا امه، والمصحف لشرحها قصاد ابوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في ايه تاني؟ البنت بس اللي شغاله مع رمانه. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانه، قتلت المال والحكومه خدتها، سايقه عليك النبي تلحقها، دي مالهاش بتضيعها قد غيرك. ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع، خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة جت خدتها، والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت الأرض. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ معرفش، انا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة ان اول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيتويكي في حتة محدش يعرف فيها اي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي، ليه؟ انا عملت ايه؟ هيودوني فين؟ انا عارفة بقى، ده انا كمان حاسة انهم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان انا عايزة اخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار اسود منيل، طب والعمل؟ يعني احنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفة بقى، ده احنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطة المنطقة كلها، دول محاطين الفيلا من كل ناحية. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ريت يا ست مطر اللي انت تقولي عليه انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون، صاحب الكباريه اللي كانت شغالة فيه بقالها فترة. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شوية وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمرة بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البنت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فاضيتش روح في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتابع لي تحيات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي. كله شمال وننفذ على بعضه. افتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاه. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت المالت الرمانة، صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن كفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا واكتشفت اني بسلمها بهدايا للبوليس، وهي بصت لي بعينيها مش فاهمة انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروتي وقلت لهم رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس،
احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان كان هقتلك يا بدران، هقتلك. اقتل اللي جواها مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا. اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعى تكوني فاكرة العيال اللي برا دي هيحميوكي مني ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك. انت مرات خميس يا فندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله لولا انك خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك؟ وعرفتك ان خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي. اقول لك انت ايه؟ راسي. اضرب اضرب كمان يا خميس وما تخافش على اللي ببطني عشان اللي ببطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol en marché. Le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف. ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحيتان السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر. ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لو مؤاخذة يعني ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، أنتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة. حبة حبة هتخطوا. أيوة يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودرة بيور جاية، بس كانت جاية لناس تانية غيركم، أنا هرسي العطا عليكم، بس دي مصلحة بروحين. بروحين؟ يعني إيه بروحين يعني ولا مؤاخذة؟ البودرة دي بيور جاية على أبوها، مش مخلوطة. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكان أنا جايبه لسه نوفي من الصين. البودرة دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحية التانية. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو، فهمتوا؟ فهمنا. ايه اللي فهمنا؟ ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذة يا باشا، يعني وافندينا؟ افندينا مين؟
اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبة قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت وسهرك كل ليلة ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ ايوه عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء في ايه في دماغك يمكن افيدك. يعني انا لو قلت لك يا مطر هتقولي لي الصراحه؟ انت عارفني رقبتي. رقبتك يا حلاوه رقبتك يا جمال رقبتك يا طعامة رقبتك. في ايه يا براء؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي انا عايز احضنك عشان ابوسك عشان نبدا الاحتفال. احتفال بايه؟ هو انت ما قلتيش؟ هو انت ما عرفتيش؟ السوق بيشغى مطره الف من لوطار عند افندينا كل حالف يقرا الفاتحة على روحه. مش هو بس، لا، هو وكل اللي ادالها تحت جناحه كلهم يا مطرة كلهم. انت هتقومي وهتخفي. هتخفي يا فوتنا، لازم تخفي. انا مش عيانة عشان اخف يا خميس، انا غرقانة في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الاخر رماني على شط بعيد لا طايلة فيه موت من حياة، زي ما عشت عمري كله متشعلق في حبك وانا لا طايلة فيه موت ولا حياة. قومي يا فضل، قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فضل وخدي كل نفس تطولي من الدنيا واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي حوت ام فضل من تاني ردي فيها روح. قومي يا فوتنا وذاكري وانجحي كملي اللي ناقص فيا. انجح وانا خلاص تعبت ضاع مستقبلي. الله يجازي اللي كان السبب. انا ماليش دعوه. اوعي يكون لك دعوه. أنا خايف عليك من دعوة واحدة زيهم أو واحد زي أبويا بيقولوا دعوة الغلابة مستجابة. ويا رب ما تطولك
رب. يا معلم زيادة حبتين. حقي في ايه يا معلم؟ سر الخلطة اللي اديتها لنا. خلطة أفندينا جاب الزبونها في يوم وليلة وخيرها رمى كتير. طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شو. وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ دول باين عليهم كتير قوي يا معلم. شو سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها. بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح. المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنة. شوف يا معلم، انت اديتنا سر الخلطه وحقها وصلك وزياده حبتين، ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ قال لي اوان تروح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليله دي ونفوق لاكل عيشنا. انا اقصد كل خير. هو احنا لينا يا راجل الا الخير؟ وبعدين ابو سنه، اقصد المعلم ابو سنه هو اصل مزاج الخير. وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي استماره سته من السوق، وساعتها يبقى مبروك على السوق كل رجوع المعلم ابو سنه لي. خليك تتمني الموت. العوري العوري الحيك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع صريخك من ايه؟ والمصحف لخليه يبوس جزمتي عشان اعتقل. وهتعترك يا فريده، هعترك. ورابط العوري ارحميني ارحميني. تقتل ضناها ما تستاهلش الرحمه، تستاهل الموت. وانا هقطع من اسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك. البنت دي تتحبس، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هوا لحد ما تشوف لها تربه ندفنها فيها. لا امر افندينا. يلا يلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طماع، وأول ما يعض يهبش الإيد اللي اتمدت له. لكن يا خميس ليه؟ ده معاريك اديته فرصة عمره.
بس انا عاوز اسال معاك سؤال، انت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ انا مش رئيس عصابه يا نوح. العفو العفو معاك، انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان مأموريه محدده. وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يلا دوس خليك انت ابراهيم. ده في ايه؟ في يلا يا متر تعالى معانا من غير عوا. عوا في ايه يا دوس؟ في ايه يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوا؟ يلا قول لي. البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان حاسب التانيه، ايه اللي بتعملوه ده؟ الله 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 الله. بن اسبح اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مطر. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو. انت كده بتعادي الكل. الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي، ومن النهارده مفيش بضاعه تمشي في السوق غير بضاعه افندينا، ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. وانت مالك؟ انت يا دوب مرسال. امرك يا فندينا، بس في كلمه لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسه رمانه بكره، روح لها المحكمه وقت جنبها عشان حتى بالمرة تطمن على ابنك. ابني هي ما نزلتوش؟ امال هي مش عايزة تقابلك طول الفترة اللي فاتت دي ليه؟ استخدم عقلك صح مرة بقى يا أخي، يمكن تشوف اللي أنت مش قادر تشوفه.